أول دولة عربية سوف تقدم نسخة مميزة للسوبر. كلمني عن هالنسخة اللي راح تقدمونها ومتى راح تكون؟ كم مباراة أول شيء أو كم فريق راح يشارك؟ طيب احنا طبعا زي ما كان اخي عارف بيتكلم في النقطة دي، احنا دايما بنبص للشريك بتاعنا ان هو لازم يكون معانا في صناعة القرار، مش علشان خاطر بس اللي هو ان احنا نطلع بمنتج يكون يليق، لكن لا، هو لازم في الاخر خالص ان هو يكون بيحقق الاهداف. فطبعا احنا بحكم الشراكة القديمة وبحكم ان احنا النهاردة بنتكلم في ان شاء الله بإذن الله علاقة مطورة، فاحنا بنتكلم كنا فيه ان يكون من اربع فرق، الاربع فرق دول هيكون ان شاء الله ثلاث ماتشات، وتم عرض الاستراتيجيه دي على اربع فرق. اربع فرق ثلاث ماتشات، ثلاث مباريات. دور الاعلام بالظبط، خبر عاجل بيكتب لك اربع فرق ثلاث مباريات بالظبط كده. اوكي، هناخد الفائز من المباراتين وهم دول اللي هيلعبوا في ممكن يكون اربع النهائي، ممكن يكون اربع يعني ثالث ورابع، يلعبون لان نحن هدفنا نتكلم نحن يعني. أوكي. هدفنا ان الجمهور اللي جاي يستمتع ويشوف بالضبط. يعني المباراه مو شرط انك تلعب مباراه تخسر في بعد مركز ثالث. حلو، وهذه مهمه اثاره لاخر لحظه. ايوه بالضبط. انها تكون مستمره وتلعب يعني. أوكي. كل مركز بيكون له في فتره يعني معينه، اسبوع مثلا البطوله دي، البطوله هتكون اسبوع ان شاء الله مع بدايه الموسم اللي جاي. واحنا يمكن كنا عرضنا الفكره على اتحاد الكوره وهم اوريدي يعني لقوا من ضمن الاجنده في الاتحاد المصري ان شاء الله باذن والأجندة الله والاجنده عندنا ان شاء الله باذن الله. هيتطلب طبعا من الاتحاد تعديل بعض حتى الرابطه، اعتقد انتم حتى الرابطه بالظبط، وخدنا موافقه الرابطه من عند الرابطه ان هي تقدر ان هي تساعدنا في الحته دي في ترتيب الجدول، علشان فعلا يبقى الكيرتن اوبنر للموسم اللي جاي دايما يكون ليه. هل الفرق اللي بتشارك اللي في بالكم انه بطل الدوري ثاني الدوري، بطل الكاس ثاني الكاس، ولا كاس الرابطه بعد لدور راح يكون؟ كاس الرابطه ممكن يخش، ما هو ده من احد الاوبشنز اللي كانت مطروحه. أوكي. كاس الرابطه ممكن يخش، يمكن برضو بنعمل منتج جديد بالتعاون مع الرابطه ان هو يبقى فيه كاس خاص بيها، وكنا برضو عرضناه على مجلس ابو ظبي الرياضي، علشان كده احنا في فتره مناقشات خاصه بيه كيفيه ان احنا فعلا يتحط ضمن الكالندر الخاصه بيه فعاليات ابو ظبي، ان هو احتمال كمان ما تبقاش كاس واحد، دول يبقوا كاسين، واحد في شهر 10 وواحد في شهر 12 او في يناير. تجديد العلاقه بينكم بين مجلس ابو ظبي الرياضي في الفكره الجديده هاي، الفكره المطروحه خمس سنين صح؟ صح. اربع سنوات أربع علشان سنوات. تبقى ماشيه مع قابل للنواف قال خمسه خلاص خمسه علشان تكون متماشيه كمان مع العقد الخاص بتسويق حقوق الاتحاد. احنا يمكن يعني الحمد لله المنتج فعلا بقى عليه طلب حتى من الرعاه في مصر، شايفين معانا راعي جديد السنه دي، الناس فعلا بقت عايزه ان هي تيجي وتربط اسمها بمنتج كاس السوبر اللي بتلعب فيه الامارات، معانا البنك الاهلي المصري اللي فعلا يعني كان ليه دور كبير ان احنا نقدر ان احنا نكون موجودين النهارده. فعشان كده ابتدينا مش بس بنبص في التطوير للشريك الخاص بالتنظيم، لا، لازم بنبص كمان لمتطلبات الرعاه النهارده، هم عايزين يستثمروا في الرعايه الرياضيه باي شكل. فان شاء الله باذن الله هيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، احنا مش عايزين نحرق اكتر من كده عشان في اطراف كتيره لازم لا تكون موجوده معانا. انت خلصت التسويق، انت الجانب التسويقي. طيب الفيديو ده مهم جدا يا استاذ ابراهيم، ليه؟ بيعكس ما زال ثقه الامارات والاخوه في الامارات وفي ابو ظبي في استضافه الاحداث الرياضيه الكبرى المصريه، ما زالت راسخه وعارفين ان الكره المصريه اذا وجدت بتبقى محل اهتمام والتزام الكره المصريه بتعهداتها وحجم ثقه الرعاه ايضا في المنافسات المصريه لم تهتز. اذا كل الاحداث الشوشر اللي حصلت دي ما نجحتش. النهارده البطوله الجايه يا استاذ ابراهيم عايز اسالك سؤال ومن حقك تجاوب او لا. البطوله الجايه اربع فرق في حال التاهل الزمالك، هل هناك عقوبه؟ الزمالك عندك اجابه؟ الزمالك وفقا للائحه السوبر معاقب بالحرمان من المشاركه، ده قولا واحدا، في لوائح تحترم. لكن كمان النقطه المهمه،
الاستاذ سيف الوزيري بيقول لك هم اربعه، علينا ان احنا من دلوقتي نحدد اول دوري بطل الكاس والوصيف بتاعه، ولو الزمالك موجود في الدائره دي او دي هيتشال وهيتحط مين اللي بعد منه. اعتقد توضيح الامور واحترام اللوائح جزء من نجاح البطولات. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد.